أنا يا أخي في الله واسمع منهجي، خذ يا أخي في الله بيدي وساعدي. سلفية في النهج، نهج الأنبياء وجميع أصحاب الرسول محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بين سبحانه وتعالى مركك وباد وما هذا نقيناه الله إنه قل نعميه نعمة الإسلام، إنه قل إكرامه، إنه قل ماموسي نعمة الإيمان. الله سبحانه وتعالى نولول إيا نباد قام ينقو قارسيي بلوغي بش رمضان بركيسا. وحين الله سبحانه وتعالى ويدي سنة إنه سيدا ينقو بلابين ينقو دم استيرو إنه نبركيو كو كفا إذا استنى الله سبحانه وتعالى وينقادقو سيدا مغشين ولا ليال. وحين بإذن الله سبحانه وتعالى كلمات حصوصنا أين كورن دونا موضوع مقاصد الصيام. جدوين كالله سبحانه وتعالى صوم كرمضان واجبيي ما المكلنا الصوم كود السنة كدقي عبادة واجبهين وإلهي اللوغو دوادو جدد إلهي سبحانه وتعالى صوم كوكليه. وحين وقصونا هاي إلهي مقعدي سوحا كميدا الحكيم وحمق عاسي تلمام ياسفية تلمان إلهي أوليه وصفة الحكمة. صفة سو معنى يدوياي إلهي سبحانه وتعالى شينا إنان وأبور معنى الآن شينا إنان الدونين ونقدر حكمة الآن. وحنا إلهي سبحانه وتعالى إنان الشرعيين ونجدين سقر حكمة دي وجدان كاللهين. إلهي سبحانه وتعالى عبادات كوينقوها تبيي وصوم كبش رمضان وكمد ياي وحاوكل ياي حكمة بالغة عظيمة حكمة داد وحال دير آدي آد نووين. إلهي عبادات كينقوموا واتبين سوء نوع ليسيون إنقومنوا واتبين ساينو عمل يشقو قبنو قرى إنقومنوا واتبين باهي إلهي وقبه. وإلهي سبحانه وتعالى وما بعده خلق قد من يسجى وباهين والله الغني وأنتم الفقراء. إلهي سجى ياك غني كافتون عدنا بان وباهنين إذن كياك وباهن. إلهي سبحانه وتعالى صوم كبش رمضان ونقوة تبيي يا عبادات ككلاء الله صعدا وحي إلهي وكلي هاي مقاسم جدين واوين. ما هو جدد إلا إنها الراديو أو إنها قاتشيسية وقرى. وكشيغي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه يتيران داد صوما ومقصود كي هو جدد صوم كالاق الله عن حقيقة جنو انقارن وحاقوني صوم كاي كفايدين يميراهي كغوستين نوياهي إنها الرادين وهي قاتشودين. دي وجدد الصوم كالقل لي اي تايدت كاين لها الراديو لقا تيسيو كو الصوم كود النحر كيسو كسو أروري يمريهيسي قا تييه الراد رسولك عليه الصلاة والسلام دلعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده ورب صائم حظه من صومه الجوع والعطش. فربضنا من صوما قوحة وصوم ككنافة وياهي وقرى قاتشة يهرات قاتشة يهرات كغفك لسو قدبونان يمرك وصوم مقصود معها كوه إسكود اللو الدوني وحكا اللو قل لي ياهي ووصيلي يود الله سيمر يأيهين وحاسو مقاصد بإذن الله سبحانه وتعالى إن شيقي دون وكا شيقي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قف كان صوم كأدابتي سي أخلاق ديسان إلالين إحبنيه صودان عن صوم سين
ilaahay subxaanahu watacaala dan uu ka leeyahay iyo baahi uu qabo gaajadiisa iyo haraadkiisa inaani jirin. Qaala calayhi salaatu wasalaam fima rawaahu lbukhaari wa muslim, waman lam yadac qawla zuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca acaamahu washaraaba. Qofka aan ka tegin hadalka xun baadil dhammaantiiba qowl iyo ficil iyo ictiqaad ilaahay subxaanahu watacaala wax baahi oo u qabaa ma jirto. soomkiisa, haraadkiisa iyo gaajadiisu ilaahay subxaanahu watacaala meel uma buuxinayaan. walihaada waxaynu leenahay waxaa ka mida waajibaadka iyo arrimaha aadka muhiimka u ah in badan oo muslimiinta ka mida oo bisha rabadaan soomaana ay moogan yihiin in qofka muslimka ahi uu aqoonsado oo cilmi iyo macrifo u yeesho ujeeddooyinka ilaahay subxaanahu watacaala soomka rabadaan uu waajibiyey, isla markaana uu isku dayo uu ku dadaalo ujeeddooyinkaas siduu u xaqiijin lahaa ee uu u gaadhi lahaa. cibaadaadka ilaahay subxaanahu watacaala uu waajibiyey ama uu sunneeyey, ujeeddada ilaahay subxaanahu watacaala uu ka leeyahay oo la gartaa waxay leedahay faa'iidooyin badan. faa'iidooyinka waxaa ka mid a macrifatu maqsad alcibaada yuciinu calaa taxqiiqi almaqsuudi minha. addoonku hadduu garto ujeeddada cibaadada laga leeyahay ee loo jideeyey loo sharciyeeyey, taasi waxay ku caawinaysaa addoonku ay ku kaalmaynaysaa ujeeddadii cibaadada laga lahaa inuu gaadho oo arrinkiisu aanu ku ekaan oonu ku koobnaan cibaadada samaynteeda oo qura. alamru athaani, arrinka labaad ee maqaasidu lcibaadaat in la garta laga faa'idaya wuxuu yahay bimacrifati maqsad alcibaada yansharixu sadru lcabd wayatma'innu biha qalbu. addoonku cibaadadan uu samaynayo salaad, soom, zako, xaj, cibaadaadka kale waajibaad iyo sunnayaalba leh, ujeeddada laga leeyahay hadduu garto laabtiisaa u ballaadhanaysa isagoon xaaladdii qadeed ku jirin ee ku jira xaalad nashaad iyo firfircooni, isagoo ku faraxsan ayuu cibaadada samaynaya. qalbigiisuna cibaadadaasi uu ku xasilaya, waayo wuxuu garanayaa ujeeddada laga leeyahay iyo cibaadadani addoonka waxay gaadhsiinayso adduun iyo aakhiraba. waxaa kaloo ka mid a faa'iidooyinka ku jira in la garto maqaasidu lcibaadaat, ujeeddooyinka cibaadaadka ilaahay uu ka leeyahay, anna alcabda idaa carafa almaqsuuda min alcibaada yataladdadu biha. addoonku hadduu si dhaba u garto maqsuudkii iyo ujeeddada cibaadada laga leeyahay, cibaadadaasi wuu macaansanaya oo uu ku raaxaysanaya, dherarkeeda iyo culayskeedu wuxuu isu bedelayaa macaan. soomka, haraadka iyo gaajada wata, tacabka iyo daalka iyo qiyaamu leylka la socda oo laga yaabo mararka qaarkood inuu dheeraado qofku uu daalo, qofka maqsuudkii iyo ujeeddada laga leeyahay si dhaba u garta ee mar walba qalbigiisa ay xaadir ku tahay, wax allaale wax daala iyo wax dhibaataa ka dareemi maayo, wuu macaansanaya. walihaada baa nabigeenni muxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ahaa mid si dhaba u yaqaana maqaasidu lcibaadaat, ujeeddooyinka ilaahay cibaadaadka u sharciyeeyey, nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dareemi jirin culayska iyo dhibaatada ay cibaadadu leedahay. fa kaana yaquumu min alleyl xataa tatafatara qadama, habeenkiibuu salaatu leyl u kacayaa, waa dheeraynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam, lugihiisa ayaa bararaya, haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma dareensana oo wax dhiba ka dareemi maayo, bal wuu ku raaxaysanaya. waayo halka laga raaxaystaa waa qalbiga, qalbiguna wuxuu garanayaa cibaadadan midhaheeda iyo hadafka iyo ujeeddada laga leeyahay iyo waxaa lagu helaya adduun iyo aakhiraba. qalbigii markaa waa macaansanayaa cibaadada oo waa ku raaxaysanaya. soomkan walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala bisha rabadaan uu waajibiyey, xaalado kalena uu inoo sunneeyey. ilaahay maqaasidiiyo ujeeddooyin buu ka leeyahay ay waajib inagu tahay inaynu soomka ka gaadhno
oo aynu xaqiijino laynaga helo. Ujeedooyinka waxaa ka mid aan ugu horeysiinayaa taxsiilu attaqwa wa tanmiyatuha fi qalbi saa'imi wa jawaarixi, waa in addoonku uu helo taqwa min allahi subxaana wa tacaala, inoqdo mid ilaahay ka baqanaaya, ilaahay subxaana wa tacaala u hoggaansan, fulinaya amarada ilaahay subxaana wa tacaala, walow hawada naftiisa iyo doonisteeda ha khilaafaane, ka tegaya oo ka hadhaya waxa ilaahay subxaana wa tacaala u diiday, haba noqdo waxaasi wax naftiisu ay jeceshahay oo ay ka daba dhacsan tahay. Soomku addoonka taqwadii ka maqnayd buu qalbigiisa gelinaya. Hadduu soomku noqdo soomkii addoonka la faray ee laga rabay, intii marka hore qalbiga ugu jirtayna waa kobcinaya, oo addoonka taqwadiisi iyo alla kacabsigiisii iyo u diyaar garowga aakhiriya u sahay qaadashadeeda ayaa kordhaya oo qalbigiisa ku kordhaya, saasoo kale xubnihiisa. Ujeeddada noocaasi waxaynu odhan karnaa waa ujeeddada u weyn ee ilaahay subxaana wa tacaala soomka ramadaan uu waajibiyey, waana maqsadka u sarreeya. walihaada bal u fiirso ilaahay subxaana wa tacaala ujeeddada soomka in taqwa laga kasbado, alla ka baqad, alla ka cabsi, diin ku dhaqan iyo toosnaan, wuxuu ilaahay la xidhiidhiyo uu ku ladhay sheegistu sheegay soomka inuu faral yeelay. Yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum usiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun, soomkaa laydinku faral yeelay muuminiinay, sida ummadii idinka horreeyaba loogu faral yeelay. limaada baa loo faral yeelay? lacallakum tattaquun, ay litasiluu ila taqwa, si aad taqwa u gaadhaan oo taqwa aad u heshaan, si aad u toobad keentaan, wixii idinka khaldanaad u saxdaan, si aad ilaahay diintiisa ugu camal fashaan, si aad waddada ilaahay ugu toosnaataan, si khawf baqa ilaahay aad ka baqaysaan uu idinku kordho, si wanaagiinnu u ziyaado. soomka laftiisa ayaa taqwa ah, waayo qofkan soomani ee ilaahay daraaddii u soomay amar ilaahay buu fuliyey oo ilaahay baa soomka amray. mar labaadka wixii ilaahay u diiday uu ka xaaraam yeelay maalmaha rabadaanna wuu daayey, waa taqwada lafteedii. isagoo soomka laftiisu taqwa ah, haddana addoonku wuxuu ka bararayaa oo soomka laftiisa uu ka kasbanayaa alla ka baqad iyo toosnaan mustaqbalkiisa dambe soo socda ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa uu ku toosnaado. wuxuu yidhi alimaam ibnu lqayim raximah llah, fasoomu yaxfadu cala alqalbi waaljawaarixi sixataha, soomku qofka muuminkaee ilaahay daraaddii u sooma qalbigiisa iyo xubnihiisaba caafimaad qabku u ilaaliya, cuduuradana waa ka daweeyaa. amraadu ashahawaat, waa qofku inuu jeclaado naftiisu ay doonayso wax ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xaarantimeeyey. wayuciidu mastalabathu minha aydi shahawaat, qalbiga caafimaad qabkiisa iyo awooddiisa shahawaadka waxyaabaha ilaahay u xaaraantimeeyey naftu ay doonaysaa ay qaateen oo qalbiga waxa weeyaan ay ka boobeen ayuu soomku dib ugu soo celinaya. fahuwa min akbari alcawni cala attaqwa, waxa addoonka ugu kaalmeeya alla ka cabsiga iyo diinku dhaqanka iyo toosnaanta waxa ugu weyn weeyaan soomku. arrinka labaad ee ka mida maqaasida soomka waa taxqiiqu sabr. sabirku waa camal aad iyo aad u qiimo badan, waa camalka qalbiga iyo carabka iyo xubnaha kalaba isugu tagaan. oo sabirka macnihiisu wuxuu noqonayaa xabsu nafsi calaa axkaami illaah, waa nafta in lagu dul xidho ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtiisa. axkaamta ilaahayna waa laba, alaxkaamu alqadariyatu alkawniya walaxkaamu alsharciyatu diiniya, axkaamta qadarka ilaahay wuxuu ilaahay qadar ahaan u xukumay intaanu khalqigaba abuurin, iyo axkaamta sharciga diiniga ah ee waxyiga ilaahay rasuulka uu ku soo dejiyey ku jirta. labadaa xukum, xukumka qadarka iyo xukumka sharciga oo nafta lagu dul xidho ayaa sabir la yidhaahdaa. amaa sabirka loo sabro
إلهي سبحانه وتعالى أقدار تيسة وحيسقه أن يعلم الرقوم عن أيام حبس القلب عن التسخط واللسان عن التشكي والجوارح عن مخالفة أمر الله ومعصيته وقلبي قال لك أحره لك عليه قدر إلهي أدوانك مركو كل عوحا وشيا إنه أدوانك إلهي سبحانه وتعالى أعراضه أما قدر كإلهي عروك قبا أدوانك إلهي كصويف بحر عرب كإن لك أحره عبشه أدوانك إلهي وكعوده حبناها إن لك أحره ولك عليه إنه أمر كإلهي خلافا ومعصية إلهي سبحانه وتعالى أدي ذي أي سميان مقاصد اللي قال لي الصوم كواحة كم إذا أدوان كإن لبرا صبرك نوعية دي صوردن الصبر على طاعة الله وأدوان كوا كان كو صبرا يا صومك وعبادة يا طاعة إله إلا قد وادا واقو ملكو بريا إلا قلبك وكدعاي قاتشد يا هرادك يا دالك يا تعبك وكوات كي سرايا واك الصبر عن معصية الله أدوان كواك كالصبر يوحي لك حالا انت مي مالك الرمضان امرك ورب حلال وان شري عمتل عبتال شاواتك كلالة الصبر على أقدار الله المؤلمة إلهي ما قدري الضوامو إلى الصبران شرعيين وانا شيء مؤلمة أدوان كحنوتشنا يا أدرا أدوان كو الصبر يا نبي عليه الصلاة والسلام بشهر رمضان لفته بكم أقعاب شهر الصبر وبلا دونك وصبر يدحدين نوعيد الصبر كوردن وانا بلا دونك الصبر كبريس قال النبي عليه الصلاة والسلام سقو بشر رمضان كان الله يسأل بزار يطبران بأي وريين صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر صوم كدونك وصوم بشر الصبر وبشر رمضان بشر الصبر كالنبي وكما قعار يصدح مع الموضوع بالوالبا كميدا أدوان كوحا يكتك سيانا يكساران على الحمدة يحق ديك يوحيابان نوعاس أمراض القلوب حنونا وغفك قلبي يكاقنا عوضان أيا صوم كان رمضان يصدح مع الموضوع بالوالبا لغا صوما أدوان كالدواي وغا نوضان أرين كصدحا يكميدا مقاسد يوشي الدوين كإلهي سبحانه وتعالى وكلي ياهي صوم كان رمضان أي تهينا الدومو إن الدريمان ويحقيتيانا وتحقيق مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات والأحوال وعادوما إلى سبحانه وتعالى وبريا وصوم كان رمضان إلهي وكبري إن النغضان كوا وقت كستو أي تشوغان يميل كستو أي تشوغان هذا كليق أدو غفك كليدي ياي يهدي خلقي وهي أركان أما أي مقليان أما أي أقيهين إنو أدوانك اسكوسي إلهي سبحانه وتعالى وقبقه أو نغلم مرول بدريسا وقب أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه إلهي إنو الضالع عليه يسمع صوته ويرى فعله ويطلع ما في قلبه إلهي ودواقي سمق لاي وربي وحاو السمين يواركو بل إلهي وقيا يا دونك وحا قلبك وكقبت يقوى مذا وقلبك كقارو أما كوهنا كسنا نقدان أما كوحنا نقدان صامك وحا لقبرنا يدغن كنوع عاص وقفك يشاء ويقف قاري أعلى مراتب الدين الإسلام دين تا إسلام كمرتبة دي إذا مرتبة دوص الرئيس دين الإسلام صدح مرتبة بين الله الإسلام والإيمان والإحسان مرتبة الإحسان إرابة أسر الرئيس نبي عليه الصلاة والسلام إحسان كان فصيري وحكو فصيري نوى مراقبة دائم الشيغلي إنه أدوان كن نغضا من مرول بحق إلهي سكيقي وإلهي سبحانه وتعالى حسوسا ورسولك وحوري مركي إحسان كاللويدي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إحسانك وين دي الله عابد سيدو الأركي سيدو كلادو عابد وحالي راه درجة المشاهدة وغفك وحو نقمي يقول نولي سيدو إله أركوك
ولبدأ درجة إحسانك وككوبي آيت الصرع فإن لم تكن تراه فإنه يراك هدانا دادوكو إلهي أركا إلهي سكاك واركا إلهي عابد نورو أدو مرول بأوغو در إنسان إلهي إنو كواركو وحالك أبو إلهي سبحانه وتعالى آنو كقرصونين وصرت هذه عاد كاغو إلهي سبحانه وتعالى يسوق مديهين ودرجة اللبادة درجة إنك إحسانك ودرجة المراقبة إنو أدونك إلهي عابده إسوغو إلهي إنو أغيه أيو مقليو أركيو قرانا أيو أو يقينسان إسلامر كان حصوصا صومك درجة نوع عاصة أي حقيقة أنت إذا أدونك لغو برايا وحين أقصونا الصومك إنو يا أولا ليا سيرو دحيسا أدونك صوما إيا ربيكي عيد كرو إنو صومي يهي إنو صومنين حدود دورين ودتك كقريو بيرو شاقو عيد كرو أغان كرتا ما تيرتو سورة قلو حواقف مالك الرمضان إنو عنو عبو درقو وحلالي وحيقفك الصومين لو دي دور دنو صومي سوكو دتك اسكا قرين آية دات كان أمو تشستين صومي يهي لكن أدوان كوي سقو قاة شايسان أيا عمتك سقو كليدي مالو كواركيا عدك علينا سيا عدك الواركي ساما تيرت سقو هذا هو الرادن بو بيقلو هليا لا يشرب ولا يأكل عنينا ما يعبنا ما يو محاك علينا يراقب الله سبحانه وتعالى إلهي بحقي سيسكي يقيا إلهي دراد دي بوغتك يقيا بقى إلهي وكبقى يرتشو كقبى إلهي الرحمة دي سيا فضل قيسا ayaa ku kalifaya waxa u suurta galay in naftiisuna ay u baahan tahay inuu iska daayo oo ka tago wali hada qofka muslimka soomaali si guud waa inuu uga barto soomka muraaqabatullahi subhanahu wa ta'ala oo maalinka ramadaan uu soomay yahay sifada uu leeyahay waa inuu yeesho fi jamee'i hayati noloshii soo dhan habeenka ramadaan sidoo maalinkii ilaahay sageeyay habeenkii waa inuu sageeyo wixii ilaahay ku waajibiyay uga tagin wixii ilaahay u diiday inuu sameeyo bilaha kale ee sanadka iyo maalmaha kale ee sanadka ilaahay inuu adoonku xaqiisa iska eega oo dareenka noocaasi qalbigiisa uu ku jiraa wa a'zamu wa'idin wa akbaru zaajir lil 'abd saalu ilmiga qaar kooda yiraahdo waxa doonka waana u noqdo xumaanta waana uga noqdo waa waxa uu weey waxa doonka wuxuu ilaahay u diiday ka celiyana waa waxa uu balaadhay u sareeyay leedahay ba ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka in badan uu ku soo celceliya amarka doomaha amriya al muraqaba in xaq ilaahay subhanahu wa ta'ala iska eegan waana makhluuqadun xaqoodaan iska eegin waxaanu ilaahay la xiriiriyay ahkaamta sharciiga marku doomaha faro wax أما إلهي الضوما وحودي ذو وحصوصي إلهي إنه أقيه إلهي سبحانه وتعالى إنه مقلاه إلهي إنه أرنكو ذو حقو قالوا إياهي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلهي الضوما وحو أمري التقوى إن إلهي كبقان ونوشوضا إن غطن والدين كساليسا يا لك عبس إيا توسنان بلوحوا عيدكو ختمه فيرسو إن الله كان عليكم رقيبا آيات كالدلاقية فرنين ككوار رمية سورة البقرة كتيرة إلهي وحو نحقلي أما كو ختمي كلمة تلمامي إلهي حالك أدوما سؤول صعوده وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقاد إلهي إنو أغيهي waxa naftiin way ku eedan tahay waxaad go'aansanaysa waxaad ku fikiraysa waxaad qalbiga ku qabaraysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka digtoonaada ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan buu taa ku soo celceliyay waana arrinka qofka muslimka ah naftiisu ay ku hagaagi karto ee uu ku noqon karo abdu lillahi mustaqim adoor ilaahay oo toosan xaalad walba oo istiqaamada iyo toosnaantu dhaqan ay u tahay oo khaatimaduna ay u hagaagto ilaahay subxanahu wa ta'ala la kulma isagoo sidaasi wax weeyaan u toosan
dad fara badan ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ama kutubtaba ku qoran oo macsiyo u suurto gashay muraaqabatullaahi ay ka celisay. xusuusnaan ilaahay xusuusnaayeen ama la xusuusiyey waxaa ka mid a saddexdii nin ee godka galee dhagaxu uu ku daboolay ee mid waliba camalku islahaa ilaahay uu ka aqbalay oo ugu rajo badnaa ilaahay uu ku beriyo ugu tawasulay. waxaynu garanaynaa midkood inuu sheegay gabadhay ilmaadeer ahaayeen oo abaar iyo dhibaato iyo baahi ay taabato wuxuu soo doonatay inuu xumaan ka doonay. baahidii ay sii awgeed iyadoon xumaan doon ahayn inay xumaanta noocaasi ay ka ogolaatay. markuu dooray ficilkii xumaa inuu ku dhaqaaqo dakaratu billaah, ilaahay bay subxaana wa tacaala xusuusay faqaalat ittaqi illaah walaa tafudda alkhaatima ilaa bixaqi, war ilaahay ka baqbay ku timi oo meeshaa xaqeeda mooyaane macnaa si xalaale mooyaane si kale ha uga muraadsanin, iyadoo cid arkaysa iyo cid maqlaysa iyo cid celinaysa toona aana jirin ayaa xusuusinta ilaahay la xusuusiyey xumaanta ay ka hor istaagtay. xoolihiina kamuu soo ceshan, xumaantiina wuu iskaga tegay. waxaa kaloo ahlu cilmi waa sheegay raxmatullaahi calayhim ibnulqayim oo kale uu soo raraa nin isaguna sidaasoo kale xumaan inuu doono xumaan inuu sameeyo doonay, cid arkaysa iyo cid meesha la joogtay cidna ma jirto. wa kaana fii xaalati gaflatin can illaah, wuxuu ku jiray xaaladu ilaahay ilaabo ilaahay uu mooganaa. gabadhii buu ku yidhi ninkaasi laa yaraana ila alkawaakib, maanta xumaantii waynu ahaate helay xidigaha mooyaane cid allaale cid kaloo ina arkaysa ma jiro. kelmad bay ku dhawaaqday gabadhaasi ninkaa ilaahay xusuusisay faqaalat faayna mukawkibuha, ayayna khaaliqu lkawaakib, xidiguhu haddayna arkayaan allii xidigaha abuuray miyaanu ina arkahayn. fataraka hadi lficil shariica, ficilka wuxuu waa ka tegey faraha ayuu ka qaaday. cumar ibnu khaaab radi allahu canh wuxuu u yimi nin xoolo la jooga isagoo maka kusii socda, wuxuu doonay ninkaa bal inuu imtixaamo iimaankiisa iyo alla kacabsigiisa iyo alla iska eeggiisa halka uu gaadhsiisan yahay. markaasaa wuxuu ku yidhi neef adhigan ka mida naga iibi. wuxuu yidhi adhigaanu raaci baan ka ahay nin baale. ninka adhiga laa waxaad ku tidhaahdaa buu yidhi bahal baa qaatay neefkii, akhadahu dhi'bu, yey baa qaatay. ninkaasi wuxuu ahaa nin ilaahay subxaana adhi buu la jooga bayn aljibaal walaakinahu muraaqibu lilaahi subxaana wa tacaala, asagaata waa mid xagga ilaahay iska eegaaya. faqaala famaada aquulu lirabbi alghanam, ninkii adhiga laa haddaan beentaa ku qanciyo maxaan ku idhaahdaa allaha adhiga iyo ka adhiga laba leh markuu yowm alqiyaama iweydiiyo khiyaanada noocaasi ayaan ku kacay. cumar ibnu khaaab radi allahu canhu wuxuu ka shaqeeyey ninkaas siduu u xoroobi lahaa. wuxuu ihi kelmaddaasi adduunyada horta waa ku xoraysa oo addoonnimo waad kaga baxaysa, waxaana rajaynayaa aakhira marka ilaahay nagu horgeeyana naarta jahannamo inay kaa xorayso. soomka aan sifada iyo dhaqanka noocaasa aan laga barani ma aha soomkii ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha uu ka rabay, mana aha soomkii midhaha fiican addoonka u yeelanayay adduun iyo aakhiraba. arrinka afraad ee ka mida maqaasida iyo ujeedooyinka soomku waa taqwiyatu aliraada atayiba waalcaziima wa mujaahadati nafs. maqaasida iyo ujeedooyinka soomka laga leeyay waxaa ka mid a in la xoogeeyo addoonka doonistiisa wanaagsan, ee addoonku uu doono waxa wanaagsan samayntiisa iyo waxa xun ilaahay daraaddiin uga tago. in la xoojiyo alcaziima cala rushd, addoonku inuu go-aan u lahaado wanaagga samayntiisa iyo ku dhaqaaqiisa iyo xumaanta ka toobadkeenkeeda iyo ka soo noqoshadeeda. addoonku inuu noqdo mid naftiisa la jihaada oo ka celiya waxa ilaahay subxaana wa tacaala u diiday. waxaynu ogsoonahay go-aanka wanaagsan iyo doonista fiicani waa takalliftay qofka muslimka ah marka waagu uu bariyo ilaa gabalku uu ka dhacayo inuu soomanaado oo ilaahay daraaddii u soomanaado.
هدي دونستا ونعكسني جوان كاسيان وشري لاي هدانو وهالا هاي من نفتي سلتشي هادية صوم كعيد ما يحكيسين قفنا ما صوم نادم حتى قفك بلا ما نحدا يوك قهر الله لكن صفات كون أحسن أي صوم كي عبادات ككلب السور تجلي إن هذون كو صبر عليك هي مشقة أي لا يهينا صبر نقضي العزيمة على الرشد هذون كو إنه قوان الله هذا وناجع وصفات يادون أحسن ولهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي أكبري كري وأسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إلهي وحن كويدي سنة يا سقناش حقي وانا واحد وافت ساعة كسقنا له وحكلون إلهي كويدي سنة يا وانا جينا قوان الله هذا وحين أورنكرنا ولا ليال وانا كستوا الدون كسيجي هي حق كستوا الضيعي مع سيا كستوا الدون كدا عضي هو إلى تأمها يراته وحصابه عدم العزيمة قوان كبا الدون كاسي كما قد حال الداست الدون عزيمة قوان أوله وناك السمين تيس نفتي سنسي قوان ودبا يودون سحمان تيري كتكتو ما خلق دماء الدون كنوع عاسية ولهذا إلهي سبحانه وتعالى وحو الشيء قصدي نبي الله آدم ركو الرماي وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما نبي آدم إلى بلن بك قاضي كان هذا بحجوب قال شاركي ميسي الراد أركي ميسي عدعيد يكولي الأركي ميسي نعمة إلهي لحداق ونحجوب لكن قيد كايسك إلالي إلهي سبحانه وتعالى محويري محاك اللي في نبي آدم قيد كي إلهي ودي دين وعنو وحاصل نعمة إساق وهيستي نسي بمعنى ترك أمر الله وحي إلهي أمره مكتقي ولم نجد له عزما قوان كيبا كم قناة تركي قاية كالتقستة مع سيادة أي أمر كإله وخلاف محاصبها عدم العزيم هدو قوان كي سوصيدة ما يستنى نتشوق لها قيت كإلهي سبحانه وتعالى أدي دي معنين كبر الصوم كالرمضان أيها العبد المسلم العزيمة على الرشد هارك سادت فربضان أو خير تعيلو كتيرو إنه عبادة استان إنه توصنادان إنه الدين تبرتان إنه يكون عمل فلان نوشو ده يكون صليان معاسية خلدها ده يكون شيران إنه إلهي يقول توبة كيران ومع هذا مستمرون على حالتهم السيئة هذا نولي وحيكو سيسعر حالة دو دي حميد لماذا؟ أصبتوا معي أصبتوا بضمتهاي لكن كو أقومهم صراحة كم إذا عدم العزيمة وقوان بانتيرين أرن كشنات أي مكبرنا إنه أما مقاصد الصوم كان رمضان كم إذا وتقويم الأخلاق وتعديل الطباع مقصود كإلى أي صوم كوكل يوحى كم إذا الضومها أخلاق دود إلا توسيه دبيع ده هذا قالوا عنا إن مت ثاني يتوصل قنقو وأيو صومك يهذب النفوس نفتا يوهفا صومك أخلاق دنا وهجاتيا دبي عبهنا وصحة بل أدون كوحكو عاوليا دبي عدي صحون إنو بدلو إيه لغم دي ساور أكسري أو كو بدلو كوفي عن إلهي سبحانه وتعالى وحكا لغي بيش الرمضان يصوم كيدا فرصة لتربية النفس على الأخلاق الفاضلة فرصة وهدون كوه علي إنه نفتي سكو تربية دهيو أخلاق ده ونكسة كنفوق إيهيو أخلاق ده حن أرنتاسي وحي كم مقتابة حقيقة ده الصومك وهدون كمسلم كي صومكي سيلاشان إياه يتحفظ إن انتا وصومي ودمو سلالي وسنوري وحال الله علي وحي دقن حماء يا أخلاق أول أكسنين من لغوها الله يا من لغو دقاق الله فلبا ويسكيل علينا هذه عدا إلا صوك الشوح ليه دم بقينا قد دور صومنا هذه نفتي سواي وقر حسين وقويا أنه لحظة يوسك قبرية صوم كلفتي سابا أخلاق دور أكسوات وحال الله روحان هكسنين ويسكيل علينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام
wuxuu ku celceliyo mar quraanu sheegina marar uu sheegay in soonku qofka akhlaaqdiisa uu wanaajiyo dabeecaddiisana uu saxo. Qaala calayhi salaatu wasalaam, waidaa kaana yowmu sawmi axadikum falaa yarfud walaa yafsuq walaa yaskhad fain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul innii imru'un saa'im. Rawaahu albukhaari. Maalinka midkiin uu sooman yahay wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, ha iska ilaaliya hadalka xun, gaar ahaan dumarka iyo mucaamalooda wixii ku saabsan, waxa laala wixii fisqi iyo amar ilaahay khilaafsan ha iska ilaaliya qowl iyo ficilba, xataa ha iska ilaaliyo buuqa iyo sawaxanka deganaanshaha ka muuqdo xagga ficilka iyo xagga hadalka labadaba. Haddii qof uu caayo ama uu soo xaydxayto la dagaalankiisa, dhaqanka noocaasa isagu yaanu yeelanin, cayaanay ka soo bixin qof sooman dagaal hadalkiisa daa, xataa haddii jawaabtay iska dhaaf miduu isagu bilaabo, xataa jawaab yaanay noqonin oo mid cay ku jawaaba amabase dagaal ku jawaaba yaanu noqonin. Waxaynu ogsoonahay shareecada islaamku inay fasaxayso qofka wixii xuquuqda bani aadamka ku saabsan ee gardareen loo geysto in leeginu ku jawaabi karo qowl iyo ficilba. wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluha wakii ilaahi subxaanahu wa tacaala yidhi, laakiin bal ufirsa fii shahri ramadaan fain saabahu axadun aw qaatalahu, miyaa la yidhi intuu kugu yidhi in lee ku dheebo sooman ama intuu kugu dhuftay in lee ku dhufo, waa maya. waxaa la yidhi falyaqul innii imru'un saa'im, ha yidhaahdo anuu qof sooman baale, naftiisa ha xusuusiyo, qofkan kale laftiisana ha xusuusiyo. taasi maxay tilmaamaysaa? in soonka ujeedooyinka laga leeyahay ka mid tahay qofka akhlaaqdiisa in la wanaajiyo, dabeecaddiisana in la saxo. qaala calayhi salaatu wasalaam, man lam yadac qawla zuuri walcamala bihi waaljahl falaysa lilaahi xaajatu fi an yadaca acaamahu wa sharaaba. qofka aan ka tegin hadalka xun, camalka xun, qofka aan ka tegin jahliga, akhlaaqda aan wanaagsanayn oo gardarradu ay ka mid tahay, dhaqamadaa xunxun qofka markuu soomaya aan ka tegin, ilaahay baahi uuma qabo raashinka iyo sharaabka uu ka tegay, ilaahay qani buu ka yahay. dadka muslimiinta soomani soomka waa inay ku saxaan akhlaaqdooda iyo dhaqankooda, dabeecadoodana ay ku toosiyaan. arrinka lixaad ee ka mid a maqaasidda soomka waa tadriibu nafsi cala itiqaa'i almacaasi waa kafuhaa can ilhawa, waa nafta qofka muslimka in lagu tababaro macaasida qofku inuu ka istaago, awoodu u yeesho iyadoo naftiisu ay doonayso haddana inuu iska daayo. waa in qofka lagu tababaro mukhaalafatu lhawa, inuu khilaafo hawada, doonista nafta ee doonista ilaahay subxaanahu wa tacaala khilaafsan, wa ikhraaju alcabdi min maaluufi nafs ilaa muraadi rabb. maqaasidda waxaa ka mid a in addoonka laga saaro oo laga raro wixii naftu ay caadaysatay ay qabatintay, oo loo raro raalligelinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo waafaqitaanka waxa ilaahay addoonka uu ka doonayo. waa addoonka in laga xoreeyo taxriiru alcabdi min mataalibi nafsi wa naqluhu ilaa mataalibi sharci, waa in addoonka laga xoreeyo naftu waxay doonayso, oo doonista nafta waa inaanu qofku addoon u noqon, ilaahay addoon uu noqdo. addoonka waa in loo raro inuu had iyo jeraala sameeyo u hoggaansamo waxyaabaha sharcigu uu ka doonaayo. waxaasoo dhan soomka ayaa xaqiijinaya maqaasidaas, waayo soomku qofka wuxuu barayaa inuu ka tago wixii naftiisu ay doonaysay ee mubaaxa intaanu waagu baryin, wuxuu cunayay wuxuu cabayay iyo shahawaatu nafsigii xalaasha u ahaa intaanu waagu baryin, inuu ka tago bisha Ramadaan bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda ayuu soomku qofka u qabadsiinaya, caado uga dhigaya. maqsuudka taa laga leeyahayna waa maxay? waa addoonku inuu qabatimo oo awoodu u yeesho calaa tarki shahawaati almuxarama fii saa'iri alawqaat, waxyaabaa naftu ay doonaysay xaaraantaa wakhtiyada kale inuu ka tago. mubaaxii baad ilaahay daraaddii uga tagtay soo ma
وأجبرجيس إلا قبل كدعيس أواد وياله قوانا وياله نفط هذا نبر وعاد وقديك واختيار أردن إن أتكتكتو وعلى سبحانه وتعالى وكحار أنت مي صوم كحقي تنتيس وحي كان صنع سادون كأي كدل بيسا مع عاسد أردن إنو كتكو وصوم كادون كالقربة معها الصوم عن الأكل والشرب عبيتان يعنيتان إنو كصوم بل الصوم المطلوب من العبد هو الصوم الجوارح كلها صوم كادون كالقربة وين حبنيه صوم بهذه الصومان ساسان السحارة الصوم كاي وفهمين أنت وحارك سادتك الصومي عندي إيا عبيتانك لكن أنك صوم من بنتي أنك صوم من عيدي أنك صوم من قرد الردي الظلمي أنك صوم من حنتي يسكب دركي أنك صوم من معاصني أنك صوم من حقوق دي إلهي هو ويندني الضيعة صلاة صلاة دي وكلين الضيعان هدنا يقو صوما كواسي ما يفهمين صوم كلا قربا كوياي وحي يفهمين وقرا إلا قربا إني كصومان عندي عبيتان كي يوحي لها المال لكن ما هكذا فهم صحابة رسول الله صحابة رسول كسار كومي فهمي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحيري سيدنا أبي شيبة وريي في مصنفه كذلك البيهقي إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم مركات صومان تهي دقاقوا صومان ودقيسك حاران تهك صومان إن دقاقوا حاران إلى يقارك صومان عرب كاقوا حاران تهك صومان بينتو هاي كميتاي ودع هذا الخادم عدنا هدبن قفك أدون ككوها مكوشة قينا هي مركات صومان تهي هدبن بمعنى الظلمي كصوموي وليكن عليك وقار وسكين حتى قابك نص عنا يسأي حالك أقول لهم هايس بدل مالك هاتصوى منطعي قف دقان وحسلون نقو يوم صومك ولا تجعل فطرك وصومك سواء مالك هاتفرانطعي مالك هاتصوى منطعي نسكو من نقوني يعني سلال انت هادو مالك هاتصوى منطعي هبضنات ومالك هاتصوى منطعي هبضنات وحكى ابن أبي شيبة وري على أبي ذر رضي الله عنه صحابك الجليل كائن ويلي إذا صمت فتحفظ ما استطعت مركات صوم صومنت هاي أنت أود هذا الجارس سنتايس إلاري وهذه هذه صدور مقاصد الصوم كلا قال لي هاي وحكم إذا قفك إنه معاصد كعليل أو قفك كوك اللي فوه هو ذا نفته إنه خلاف ولهذا بار رسولك الصوم كوكم عاب الجنة حديث قال روح كوعد الجنة من النار قاشار إنه أدون كنار توجيه وأنا جنة من المعاصي وحادون كقاشان وقيم عاصنا يا خلافتان كأمر كإلهي ولهذا أبا رسولك عليه الصلاة والسلام قفك أن يرتعه وحكو قرصة دان حيثا وصامك وتلمام الصلاة والتلمامين نبي قوين وصامك ومعصية يا حمانت الزنا وهي كمية وكعلين أي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء بل يروي كأود الجور كهجور صدق وحكو جور صدق كهلي هجور صدق وأي جوركو حرام قفك وكيل لأن يزنو إن ده عين الله ابتنا وكعورية كان أودن وحكو جور صدان هيسن الجوران وسر تجلن حور النبي عليه الصلاة والسلام هالصوم صوم كحمانتي كعلناية ومن أكبر وعد ما يستعان به على ترك المعاصي ووحيابها قوة وين الوكا الميستو معاصي ذاك التقستيد ولهذا قفكي الربدان هرتيد معاصي دقن يعادا يوهاي هل فهم مقاصد الصوم كيني كميتاي إن نفتح ما أنت لقي علي والله قصوا الضبارة كتوبت كانتو خلد يدن بوحي كتشرت حال كيسا إصلاحيو وإله سبحانه وتعالى هاو توبت كانو أرنك التضبات كم إذا مقاصد الصومك وتذكير العباد بنعمة الله عليهم وحثهم على شكر الله سبحانه وتعالى عليها قلبا ولسانا وجوارحا صومك الدوما حصوصية مقاصد اللي قال لي كم إذا الدوما حصوصية نعم كإلهي
لقونا دي الرجل ينعم كإلهنا وقام هذا نقال سبحانه وتعالى في الصوم تعظيم نعم الله في النفوس صوم كوح نفا كويرين يا نعم كإلهي هذا هو في الصوم مركا صوم انت هاي ادقا تشوتو عنتوين حتى مركا كلا آلد عون الشرين وضعي قارينا عنو عنتدا سمع عنو أي غوف كوهن قرونية أنا الله ميا حلال كوهاتو أنا بخيدها المقرو قال أنا يرتب بدن كوهن وانو إن أنا عنون عنتوين كافي عن إقارها ودن كينا كبح مركا تقاتي سنتي كور إيه تصوم انت هاي قرو قرحة دي وحد ورسة قرو قرحة هدي ليس هو ديقل حلال يقل ديقل وان عوني لها شرابان العبي تشيرين ايه مركا تصومنتي ادوهم قرونيس قرونيسا الله ميو حلالي نغدان عبي اذا صومكم حوك حصوصي ريا نعم كيلاهي ويريد ايه يقدر كيدر وكبريا مركا رانا تصومنين مالي والبي وقت والباد اسكا عوني سادسكا عبيسو عنوذان ايه عبيتان كان نعمة الهي انو ياهي وإلهي سبحانه وتعالى حق وكوية ليلة وقام هذا نغضو إن أنا الدريم من باب الله قيامة وغفلة دي موقنات كقصة قمطعي لكن مركة صون تضع الرادات قاعدة وطو نعمة إلهي ما تقرأ نسا نعمة إلهي مركة سيدة بقدر أنت وقرأتنا قال لي نعمة كسيوات شعلا نسا وانا دويني نسا أمر كيسا هنا بخلاف تنوات سكيلة على نسا ودك الدكتورة نسا إلهي سبحانه وتعالى نعمة وقام هذا نقصة قرن كسيدات كم إذا مقاصد صومك وتذكير المحرومين والحث على مواساتهم والبعث على فضيلة الرحمة والعطف على المحتاجين مقاصد صومك واحد كم إذا الدوماء إلا حصوصية هذه هو مركة صوم أنت هدد قاتشوتو على الرادو إلا تشيران كو مالي والبحر رادونا قاتشيس ومالي نهان هل وحيكو قاتش بحان أما يكو هراد بحان مركة صومتو قاتشد أيات سب مباشر أو توسع وعملي أو حقيقة أجسوا شيء صاروا طابرس ساسو كل هرادك قاتش واحد تهيأ لبعض لا ضعيفات جرانس هرادو حي يهير وات برانس وات دريمس أرنت نوع عاصم هاي كوكو دليلسا وهاي كوكو دليلسا كوا ولا لها أي مسلمين أي قاتشيس أي هراد دمر والبا إن أظن حريصته كصوم كم حوك بري وكوكو دي رجلين يا إن هذه هي الصفة ونكسر صفة الرحمة صفة نحريست إيه وطولتانك ذاتك لباطي السنة وحبارها السنة ولهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويري سأل إمام أحمد ووريي من فطر صائما كان له مثل أجري ومقاصد الصوم كي كمتاه إن قاد شدي هراتك إن هذا وحب بحيصه وكوة باهانا دون نحريسة طائق درينسيان قف صوما قف كافرسيا كاسو من الصوم كيس أجر وكالي مثل يقبو يسقون وهليا غير أنه لا ينقص من أجر صائم شيء لكن قف كيس صومنا أجر كيس وحبلغ النقصان من مايو ولهذا النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام وحواها بشر رمضان سيدي سبدا كود يقسي سنبوها خير ودنب كود يقسي من الدين هذا من الدوية بشر رمضان ند يقسي نمدي سواسي كور نترد سور الشيخ عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرنك السقالات وتقوية علاقة المسلم بالقرآن مقاصد اللي قال يصوم كواحد كمذا إلا حوتيو كرلو قاضو حرير كغفك مسلم كأولي لي قرآن هذا تهي برشو لبرتو آخرين تيسا إلا حفديو لقيبو معنيه سي لبرتو قرآن كإلا وعمل فالو إن قرآن كاللون ولا هذا مرولبا وايو إلهي سبحانه وتعالى مروكو والرمي أحكام تصوم كيو واتشبين تيسا وحو الراعي الصوم قرآن كانوا تشيدا إلا سود دتشيه بالرمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بش رمضان وبش القرآن كلا سود النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن في 27 من رمضان قرآن كوحل سود دتشيه تضبئي لواتن كي رمضان بل حرير كا وين لقد حيسيه في رصا قرآن كا يصوم كبش رمضان جبريل نبي عليه الصلاة والسلام بشر رمضان هو إيمان شري قرآن كبيرة وقيسة إلا دمات كيس أي ملك جبريل يا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أي وذا آخرين شرينا يسبعين شري وحينو أقنع قيام رمضان صلاة الليل ورمضان لتكدو
سيجارة إلا دي رجلي صلاة دينا قرآن بي أبا أنتاي قرآن يتلى فيها. وكان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على ختم القرآن في شهر رمضان. سلف كيادات كيورا ونهك سنوحاين كوا كدة دالة قرآن كإلي ختمان مر قرماه مر رمضان بشهر رمضان إحديد مركا غفكي مسلم كان رمضان هورتد قرآن كان حليل للهين وإنه قال مقاسد الصوم كان لقوة كمي واحد كم إذا إن أدون كحرير كقرآن كأولي الحجي مركا حرير كقرآن كأولي يضعي سيدي هريان نقنم وصوم كحرير كاسيها حجي هدان القرآن كأقوم حتى مصحف كانت كآخرين جرين مركا أتصوم تصوم كقرآن كأكل حريريو وبرا قرآن كالصلاة آخرين ميل والبرمان تقول الله الحمد والغنقية هدان وحبك كحفظ السرين سكود القرآن كأنت أود هذا إن الحفتده وكذلك القرآن كمعاني سيبارو تفسير كنقيسه نرشى هذا واحد كنقتا يجعل حياتك حياة قرآنية كما كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام نرشى هذا واحد كنقتا نرل القرآن كوافق صلاة وقرآن كسلاة سيدة يا نرشى نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرن كالطبنات مقاسيد الصوم ككميدة يوجدون كالقل لي هاي وإسبدل إلا الصمي وقفك لفتي سحالة دي سأبدله هدي وراك سليد نسي وراتي هدي حمايدنا حمانتا نكبيه وراتي وين أكسونا بشرة ومركا يسوق الشو إسبدل وين بارنا عالم كورنا كورنا عالم كالسريع عالم كوصلا وحالة فراء البابة تشنده وحالة حراء البابة نارته شيادين تمرده مضح أدك إياه يقن الله حراء يوقر الروح حراء ويسبد الله وهو عام قدعي وحي مركي ورا مالك الرمضان حلاش هو دادك الصوم كوكوة تبي هي حاران قناية عام الذي بيسبد الله هي وصوم كيبا صوم واتبا قناية أجر كي سنة صوم كي سنة يدون كورو سوى متري كبضان وكسرية العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام عمرة الرمضان وحيقول لك أنت حج قفك وحجي سوى لي محمد عليه الصلاة والسلام للصعود حتى وحي يسبدل إساء قلوب المسلمين ويقبلون على الخير خير كوتشي سنة وهذه قال كم استاتذة سوى عميريين وهذه نغطة الصلاة وهذه نغطة الدروس هي وعد إلا لقي سنة يبع تبدأ بها توبت كير يا صلاة دا أنتو كنترين هي صلاة بالعضية قال معاسي سمين كيري بها الرمضان مركي سوى قشة تشوتشين أيه إذا المقاصد اللي قال لي يا صوم كبشر روحه كم إذا إنه يسبدل الصوم كوصمايو مركها دان الصوم كوحبه كبدلي حال كأقول سيد هرول وياي وشهد كم إذا وشهدوا إنك صوم كالجوجو أتبيه بكامقان نفترض دي بقول نقول حسابي وحالد هذا بدل وحق وراجع أجور وحمان يجابس لبده بكجور أرنك كوريا تبناه قدام بيا المقاصد الصوم ككم إذا وتربية الناس على الاتباع وضبك إن لقوا تربية دايو راعيتان كشرعية هي كود يشهد النبي عليه الصلاة والسلام هي إسكايلة أنت بدعادة بلو في رصدتك مركا يارنت الصوم تاقن تاي سيدة أولا موقتية سيدة أولا قروح دا سيدة أولا قروح دا بضان إساقام الصومان سؤالها ودا بطا بشهر رمضان علماء دا يويديني تاسو اي كم وقتين كود داليان صوم كود انو وافق الصوم كنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا شريعة الهي سبحانه وتعالى ما تشير وقف صوم كمركو دونا اسكب بلابا ورمي يعانوكو سقالك الصبح نمان صوم كب بلابية واختيق الشريعة اي حديثي اي وقف الصوم كب بلابية ما تشير وقف مركو دونا اسكب بلابية ورمي انا ومرك الدقيقة دي كار سنتي عمال لبا الدقيقة دون ورمي العتان كده نسكافرية يتقيد بالشر انت قرحت وضع عيسو واستامي على مدينة عتان كيد وهي موقنيان وصومنانية وافركي ولسوقية ويتحفظ ويسلالينية وقرحت مرد حبيب سمي دعين ولا إدامية يدو سحور تديار واحد فروك قاضية وحكو سومية بلا سحور بكو سومية كل هذا وامحي مقصودك يوشيدد هالكا كتير توحا كم إذا الضوماها إلا بارو في جميع الأقوال والأفعال والأحوال والعبادات إني نبي محمد عليه الصلاة والسلام يكون ضيدان وإسكايل الأليال بدعا ذا نعيدك للدول وقدم بي ولا ريال بحي نقول عاوين كره
على تحقيق هذه المقاصد كوبية طبعاً مقصد بين الشاغل وكم إذا أتشدوين إلهي صوم كأون وغفر ليالي وكلية ومنافعها وثمراتها ومصالحها تعود إلينا مقاصدها صوداً مصالحها هي وناقيادة هي واحتركية منها كتيرا وحين نقل نصنا قنيوي في الدنيا والآخر معادة بين نقعاوين كرا إنه صوم كأون نقضى الصوم مقاصدها هي أتشدوين كحقيتي باختصار أنا أصبح كوبية صدح الرمون الأمر الأول معرفتها وقد ذكرناه قف كيرا أقولوا يا شورت مقاصد وأنا إنو الشاقنك وإنتي ناس واد مقاشر مساعد كفر إذا ما أنت إنت وركي وقالي دولار ومقلين إنتي كتاب كآخر إذا أميلك لك دقي ستيرة وابرتين أرنك اللبات الاستعارة بالله عليها وحانو إلهيك وقعوا إلى ركوسور تقلين ما سمين كرتين ما نحقين كرتين وإنه إلهي كالما يسنه إلهينا التلس عربي سورة نبي محمد عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك دذلك أرتوى الله وإلا ينقاه له وإنه كد ذاله مقاصدية وشيدوين كإلهي صومك كله إنه حقيقي إنه قادنه لكن انت صغوري إنما أنفعي سيه إلهي وإنه كالما يسنه نبي عليه الصلاة والسلام حلو واستعين بالله إلهي سبحانه وتعالى كالما يسنه أرنك صدحات والرجوع إلى سيرة رسول الله والسلف الصالحين ومعرفة أحوال في رمضان وبدأ تأثير الصوم في حياته وإنه يردبه قلنا قلنا آخرين وإنه نقيسنه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يتاريخ ديس يددك ونكسنا يكد يدي صدر هذه الأمة ومدن قيبت هذه هوري بل حال كود السيبوها في رمضان صوم كسراد انتال لب نفتوه كلها إنه لشوده أحواشه للسوسة وبدل الشرك لا شك هداد أخريضه إن الراد كوية لنا يسكلف في سنة مقاصدي صوم كأن الحقيقي صوم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على تحقيق هذه المقاصد الربانية وهذه المصالح الإلهية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سياني يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.